طيب الدكتور، ايه ابرز العادات الغذائية الخاطئة عند الاطفال؟ بشوف اطفال كتير جدا يومين دول يقول لك انا ما بقدرش افطر الصبح، انا بفطر بعد ما بروح المدرسه مثلا، افطر في البريك مثلا، او افطر بعد مثلا ما اصحى مثلا ساعتين ثلاثه. طب ما هو كده فاته التركيز الاولاني اللي هو مثلا بتاع الحصه الاولى او الحصه الثانيه او الكلام ده، هو كده ما خدش باور كفايه ان هو يركز، او ما فيش سكر في الدم يساعده ان هو يركز او يساعده ان هو يتجاوب مع التيتشر في في المدرسه كلاس. او الكلام كده. فلا طبعا لازم نتناول وجبه فطار صحيه. من العادات السيئة برضو بشوف اللي هو يعني الحاجات المعجنات مثلا زي الباتيهات والكلام ده، الاقي مثلا ام مدية لابنها مثلا واحدة باتيه. طب ما الباتيه ده يعني حاجة مدمرة جدا جدا جدا، ده ازاي بقى مدمرة، خصوصا انه بيبقى طعمه حلو؟ هو خصوصا اني بحبه. ايوه هو طبعا مش معنى ان هو طعمه حلو معنى كده ان هو يعني صحي او غير صحي يعني، لكن هي الفكرة كلها ان ده دقيق ابيض، فده يعني من الحاجات. احنا عندنا الطالب بينزل بيروح بيقعد في المدرسة بيفضل قاعد، يعني هو حتى لو بيعمل اكسرسايز او حاجة بتبقى 10 دقايق او ربع ساعة، لكن الفترة كلها اللي بيبقى موجود في المدرسة بيبقى قاعد على ال طيب، ما بيعملش اي مفيش ايفورت بيت خالص. مفيش جنبه اللي هو المخبز بقى الحلو ده الآلي ده، وفي كل حاجة بقى، بقسماط وفايش ومش عارفة باتون ساليه وبيتزاهات الصغيرة والحاجات المسكرة، الله، والأسرة لازم، والفينو بقى، ولازم نتجه احنا عند شتا بقى مش ونحب كده. نتدفى. ايه الحاجات المفيدة اللي الأم تختارها من المخبز وتكون يعني كويسة برضو ولطيفة؟ هو طبعا المخبز مش هيبقى فيه حاجات مفيده اصلا اطلاقا، انا نقفل بعيد عنك. نقفله. احنا ممكن ناخد الحاجات اللي معموله من الشوفان، يعني مثلا اوكي، في مثلا بسكوت الشوفان ده كويس جدا مثلا، ممكن نديه لطفلي كمثلا اقول له خد بسكوت اهو مثلا، بس يبقى مثلا بسكوت شوفان، فالشوفان ده فيه كم كويس.